يا مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن متواجدين في منطقة بوستبة في مشروع ضخم جدا 17 بناية تقريبا مشروع في ألف وحدة سكنية والخدمات اللي موجودة فيها زي ما انتم شايفين أمامكم ألعاب الأطفال وصالة الفتنس قسم للنساء قسم للرجال بالإضافة إلى المسبح المغلق والمسبح المفتوح والسوبر ماركتات اللي موجودة تقريبا في عدد ثلاث سوبر ماركتات موجودة في المجمع يعني يعتبر كمدينة مصغرة في مدينة طرابزون أو كمجمع مصغر موجود فيه خدمات كثيرة وبنايات كثيرة الشقة اللي بنصورها شقة عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة تسعين متر مربع تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة شقة غرفتين وصالة بمساحة 90 متر مربع. عندنا الشقة هذه رقمها ستة أول ما ندخل عندنا على اليسار دورة مياه. نتابع للشقة. يعني الشقة هذه غرفتين وصالة لها دورة مياه واحدة. نتوجه على الصالة. عندنا الصالة هذه صالة مفتوحة على المطبخ. صالة كبيرة بمساحة تقريبا نقدر نقول سبعة في خمسة تقريبا خمسة وثلاثين متر مربع. المطبخ نظام أمريكي مفتوح على الصالة وعندنا أمامنا غرفتين، غرفة نوم رئيسية وغرفة أولاد الغرفتين هذه لها بلكونة مشتركة ما بينها عندنا غرفة النوم مؤثثة شيء جميل ما شاء الله تبارك الله نتوجه إلى البلكونة عندنا البلكونة هذه زي ما انتم شايفين بلكونة مشتركة بين الغرفتين بلكونة بمساحة جيدة ما هي كبيرة يعني متوسطة الحجم اطلالة الشقة هذه ما هي اطلالة على البحر بس اطلالة على المجمع يعني المنطقة اللي احنا فيها منطقة بوستيبا المجمع كبير جدا موجود فيه خدمات كثيرة في مسبح خاص بالنساء مسبح خاص بالرجال صالة فتنس قسم خاص بالنساء قسم خاص بالرجال بالإضافة إلى سوبر ماركتات وفرن بواب إلكترونية ملاعب رياضية جلسات عائلية يعني منطقة مخدومة والحاجة المميزة في الموقع أيضا قربها عن الميدان يعني تقريبا خمس دقائق واحنا في وسط الميدان نكمل مع بعض تفاصيل الشقة نطلع من غرفة النوم الرئيسية نتوجه إلى الغرفة الخاصة الثانية بالأولاد حاطين فيها تقريبا سريرين سرير فردي وسرير مزدوج مع دولابة الشقة مزودة أيضا بالمكيفات السبلت وهذا المخرج المؤدي إلى البلكونة اللي قبل شوية كنا مع بعض وشرحنا تفاصيلها الشقة هذه زي ما قلت لكم في الدور السابع شقة غرفتين صار مساحة تسعين متر مربع في منطقة بوستيفا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد